تعد أكبر وأهم مملكة عربية تاريخية في الألفية الأولى قبل الميلاد، مملكة قيدار. مرحبا بكم في قناتكم تثقف في دقائق. قيدار كانوا اتحادا عربيا قبليا قديما بدويا إلى حد كبير، متمركزا في وادي سرحان في الصحراء السورية. منذ القرن التاسع قبل الميلاد شكل القيراديون نظاما سياسيا قويا قام بتوسيع أراضيه على مدار القرن التاسع إلى القرن السابع قبل الميلاد لتغطي مساحة كبيرة في شمال شبه الجزيرة العربية، تمتد من شرق الأردن في الغرب إلى الحدود الغربية لبابل في الشرق، قبل أن تتحرك غربا خلال القرن السادس إلى الخامس قبل الميلاد لتتعزز في مملكة تمتد من الحدود الشرقية لدلتا النيل في الغرب حتى شرق الأردن، وتغطي معظم جنوب فلسطين وشبه جزيرة سيناء والنقب. يظهر قيدار أيضا في الكتب المقدسة للديانات الإبراهيمية، حيث يظهرون في الكتاب المقدس العبري والمسيحي باعتبارهم أحفاد قيدار الابن الثاني لإسماعيل، وهو نفسه ابن إبراهيم ضمن التراث العربي. تعد مملكة قيدار أكبر وأهم مملكة عربية تاريخية في الألفية الأولى قبل الميلاد. كان القيداريون على رأس كونفدرالية عربية قبلية أو تحالف قبائل عربية معظم أفرادها من البدو. ووفقاً لفيليب كينغ عاش القيداريون في الصحراء العربية الشمالية الغربية، وكانوا ذوي قوة مؤثرة في الفترة ما بين القرنين الثامن والرابع قبل الميلاد. جيفري بروميلي عالم التاريخ والمترجم يكتب اسمهم كدار بحرف الكاف، ويذكر أنهم عاشوا في منطقة جنوب شرق دمشق وشرق الأردن في القرن الثامن قبل الميلاد. تشير النقوش الآشورية إلى تواجد الكيداريين في المنطقة إلى الشرق من الحدود الغربية لبابل، كما تشير إلى تواجدهم في مناطق شرق الأردن وجنوب سوريا في القرن السابع قبل الميلاد. وبحلول القرن الخامس قبل الميلاد انتشروا في نواحي سيناء حتى دلتا النيل. شملت السيطرة القيدارية على شمال غرب الجزيرة العربية تحالفات بين ملوك قيدار وملوك ديدان. عاش سكان مملكة قيدار في المنطقة الصحراوية، ولعبت الواحات المدنية مثل دومة وتيماء دورا مهما كمواقع للاستيطان والتجارة وأماكن للري. كانت دومة أهم تلك المدن ومقرا للعبادة، عرفت دومة بهذا الاسم نسبة إلى دومة ابن إسماعيل. فيما بعد عرفت باسم دومة الجندل، والجندل هي الحجارة التي تنتشر في تلك المنطقة. تقع اليوم في منطقة الجوف. كسبت دومة الجندل تلك المكانة العربية عند القيداريين لأهمية موقعها الاستراتيجي التجاري الذي كان بمثابة تقاطع مركزي لعدد من المحاور والطرق التجارية. خلال الفترة حوالي 550 و330 قبل الميلاد سيطر القيداريون على المناطق الصحراوية لمصر وفلسطين، وتحكموا بالطرق التجارية المؤدية إلى غزة. أشار هيرودوت عن وجود الكيداريين في شمال سيناء بالقرب من الحدود المصرية
حيث يعتقد أنهم قد اشتبكوا مع الأخمينيين السلطات الإمبراطورية الفارسية للحفاظ على حدودهم آمنة، وكذلك سيطروا على مدينة غزة. امتد نفوذ مملكة كيدار من عاصمتها دومة الجندل إلى الحدود الغربية لبابل وجنوبا في ديدان بحوالي 21 كيلومتر نحو الجنوب في الحجاز، كما غزت مناطق جنوب سوريا وشرق الأردن، وعثر في مدينة بيت آتون تل المسخوطة على آنية فضة نقش عليها اسم قينو بن جشم ملك قيدار، مما يدل على امتداد نفوذ المملكة إلى شرقي مصر في القرن الخامس قبل الميلاد، وهو ما يدعم ما ذكره المؤرخ هيرودوت من أن قبائل قيدار عاشت في المنطقة الممتدة من شمال الجزيرة العربية حتى شرق دلتا النيل في مصر. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.